يا حسرة على المحجوبة الجزائرية، البنة اللي فيها ما يعرف لها غير ناسها. مقاديرها بسيطة وعجينتها غير بالسميد الملح والماء، تتعجن حتى تطرى ونخلوها تريح حتى توجد تكتوكتها اللي فيها بصل وطماطيش. هذه هي لاباس، ما كاين لا لي زيبيس لا لحم لا فرماج. قلت لكم قد بساطتها قد بنتها، نفتحوها رقيق قد ما نقدروا، ويا فرحة المرأة كي تطيح في سميد شباب اللي طوحها، تتمنى ما تنحيش يدها ملتم، هي تجبد وهو يتكسل كيما راهي صارت لي اليوم. نطيبوها على طاجين سخون تكون نارو متوسطة وتنتكل وهي سخونة، ومحلاها كي تكون مهرسة ومحرحرة مع كاس حمود أبيض ويكون يعرق. وش نقول لكم، تعتبر من الأكلات التقليدية الجزائرية المعروفة، وهي محبوبة الجماهير اللي نستمتعوا بها في زمان البرد وحتى في حر الصيف. وكيما بلادنا متميزة بالتنوع، إما الكل واحد يقول لي كيفاش تتسمى في ولايته مع ذكرها. وتحيا الجزائر.